الأخبار من أي تي في العدالة. وفيها رئيس مجلس الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد. التربية في بيان شديد اللهجة، محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة. واجتماع برلماني الأسبوع المقبل لمناقشة الغش في المدارس. والموافقة على إلغاء الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها داخل البلاد. والبنك المركزي يؤكد أن شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تصنيف الكويت. ترشيحات عمل المواطنين بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية مستمرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علماً برفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذكر بيان للحكومة أن ذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، معرباً عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد. من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وتكليفه اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن. أكدت وزارة التربية أنها لم تتوانى في تطبيق كافة القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة خلال فترة الامتحانات من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب، مشددة على محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة. وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد الوهيدة إلى وجود 1741 حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا أو حاولوا الغش، منوها إلى التنسيق مع الداخلية لضبط من يديرون الحسابات التي تروج للغش في الامتحانات ومتابعة نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وأشار إلى أنه يتم بحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس فقط وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة تحقق هذا الهدف لمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس. إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة اتخذت قراراً بتجميد كافة الأرصدة البنكية للمتهمين بتسريب اختبارات الثانوية بعد توجيه تهم غسل الأموال لهم، مشيرة إلى أنهم حصلوا على 3 ملايين دينار من طلبة الثانوية العامة في مجموعات الغش مقابل التسريبات. كما أشارت إلى أن التربية تتجه إلى إنهاء عقود عدد من المدرسين الوافدين مع حرمانهم من المكافآت بعد ثبوت إدارتهم لجروبات تسريبات اختبارات الثانوية العامة. يأتي هذا فيما كشف النائب حمد المطر أن اللجنة التعليمية ستجتمع الأحد المقبل لمناقشة الغش في المدارس والإجراءات المتخذة من وزارة التربية لمحاصرة هذه الظاهرة المقلقة، ومطالبة وزير التربية بمحاسبة المتسببين والمسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها مجدداً. وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراحات بقوانين في شأن إلغاء الوكيل المحلي على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الاجتماع تم بإجماع الأعضاء وحضور ممثلين عن الحكومة. يأتي هذا فيما أجلت اللجنة البتة في إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية بطلب
طلب من التأمينات لإعداد الردود على استفسارات اللجنة. بناء على اقتراحات بقانون من بعض الأخوة الأعضاء، وبناء كذلك على تكليف المجلس للجنة المالية والاقتصادية بتقديم تقرير للجلسة القادمة حول هذه الاقتراحات، اجتمعت اليوم اللجنة المالية برئيسها ومقررها وجميع أعضاء اللجنة المالية وبحضور الأخوان من الحكومة، فتم الانتهاء من صياغة اقتراح بقانون حول إلغاء الوكيل المحلي، وبالتالي يستبدل نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 مشار عليه، ويصبح النص كما يلي: للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت مباشرة عملها دون الحاجة لوكيل محلي، وبالتالي حق للشركات الأجنبية إنشاء فروع لها بالكويت بدون حاجة لوكيل محلي، ورفع التقرير للمجلس للتصويت على المقترح القانون. ذكرت مصادر في تصريحات صحفية أن الترشيح للتوظيف الحكومي مستمر ولن يتوقف في ضوء تطورات المشهد السياسي، وأن العمل يتم لإتمام إعلان ترشيح نحو 3000 مواطن ومواطنة للعمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وفقاً لما نشرته الأنباء. أكد بنك الكويت المركزي أن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية، مشيرا إلى أن إعادة فحص جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ عام 1992 حتى الآن تمس سمعة النظام المصرفي المحلي. وتضمنت رؤية المركزي أن اعتبار القروض محل المطالبات مثقلة لكاهل المقترضين فرضيات نيابية، لافتا إلى أن انتظام القروض الاستهلاكية والإسكانية يؤكد عدم وجود أي مشاكل في محفظتها، وأن حماية المركزي للعملاء والتزام البنوك يبددان حجة مقترحات القروض. ولفت الناظم الرقابي إلى أن كلفة تطبيق الاقتراح بشراء القروض يضيف بلا شك عبئاً جديداً على المال العام دون مبرر، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي تسعى إلى تقليصه. وصلت فرق البلدية جولاتها التفتيشية على مختلف المناطق للتأكد من الالتزام بالقوانين المقررة والتعامل مع المخالفات. وفي هذا الإطار نفذت بلدية الكويت حملة تفتيشية في محافظة الجهراء استهدفت المنطقة الصناعية والأسواق التجارية وسيارات البيع المتنقلة للتأكد بمدى تطبيقها للضوابط والاشتراطات. وأسفرت الحملة عن تسجيل عدد من المخالفات التي طبق عليها اللوائح والقوانين المقررة. عندنا اليوم جولة تفتيشية في منطقة الجهراء الصناعية، تم رصد العديد من المخالفات، منها مخالفة وضع إعلان تجاري، مخالفة وضع علامة تجارية بدون ترخيص، وكذلك وكالة تجارية بدون ترخيص. نرجو من المحلات الالتزام بجميع التراخيص والالتزام بالمساحة المرخصة لهم حسب ترخيص الإدارة البلدية. احنا مثل ما انتم شايفين حملاتنا اليومية على الباعة متجولين بشكل يومي على جميع النوبات، يتم سحب البضائع وحجزها، حجز الفوتركات بشكل يومي، والإحصائيات على شكل شهري موجودة بعدد الفوتركات والمخالفات للباعة المتجولين. أهم شيء الذي عند المساجد المحافظة بعد صلاة الجمعة، الوافدين يبيعون المواد الغذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي. أرجو من أخواتنا وأخواننا أهل الفوت تركات التعاون معنا، الأماكن المسموحة من قبل البلدية اللي هي الساحات العامة، المناطق النائية، وأهم شيء أحرص على أخواني الابتعاد عن الطرق الرئيسية 40 متر. هذه أهم نقطة أن راح أحرص عليها الفوت تركات لسلامة الناس، الابتعاد عن الحوادث، وأهم شيء الابتعاد عن الطريق 40 متر.
كشفت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد الدكتورة وفاء الحشاش أن نحو 30% من مرضى السكري بالبلاد مصابون بمرض سيبو، مبينة أن ذلك الرقم يعادل نحو 340 ألف شخص من مصابي السكري بالبلاد. وأضافت أن السيبو يحدث عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، موضحة أنه في حال وجود السيبو يصبح الطعام راكدا في الأمعاء الدقيقة ويصبح تربة خصبة لتكاثر البكتيريا فتنتج سموما وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية. بعد أن كانت البطاقات الحمراء والصفراء جزءا لا يتجزأ من كرة القدم لعقود من الزمن، فوجئ المشجعون برفع الحكم البطاقة البيضاء خلال مباراة جمعت فريقي سبورتينغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا في بطولة محلية. ووسط تصفيق المشجعين أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بإعياء. وتم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة في محاولة لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة.